معانا الأستاذة مي. ازي حضرتك؟ السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هو انا بس كان عندي سؤال، ان انا في واحدة انا ممكن مش اعرفها كلمتني، قالت لي انها الشخص كان في واحد متقدم لي وكده، فقالت لي ان اللي متقدم لك ده هو كان خطيبي قبل كده وانا عايزاه، وبصراحة انا مقهورة جدا عشان انا سيبنا بعض وكده. فبصراحة أنا يعني بعد ما قعدنا الأول رؤية اللي هي الرؤية الشرعية أول مرة، بعدها يعني قلت لهم في البيت إن أنا مش موافقة موافقة يعني، وفي بيتي كده شخصيا قلت من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هل فعلا الحاجة دي يعني فعلا هتبقى ربنا سبحانه وتعالى، يعني أنا عملت فعلا حاجة ربنا، ولا يعني ولا هو الموضوع يعني إيه؟ يعني أصل أنا يعني قلت يعني قلت في نفسي من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، في صاحبتي قالت لي طيب هو ده من ربنا. طيب يا بنتي، طيب يا بنتي، لا سيبك من صاحبتك، صاحبتك دي ما تعرفش المسألة دي كلها. بنتي أنا مقدر جدا جدا كل المشاعر الطيبة اللي أنت عملتيها، بس مش مقدر اللي أنت قدرت الموقف بشكل صحيح. لأن الخطيبة اللي اتصلت بيكي وقالت لك إن ده كان خطيبي وإحنا فركشنا، فهي لما قالت لك كده يا بنتي هي مش بالضرورة إن أنت لو سبتيها يرجع لها تاني، ولا بالضرورة إن هي يكون التصرف اللي هي بتعمله ده صح. طب ما قد يكون ده تعلق مرضي هي محتاجة تعالجه، وأنا ما بحبش الطريقة دي في التعامل مع مسألة الخطبة. الخطبة ملهاش ده على الخطبة، ده وعد بالجواز، والوعد ده قد لا يتحقق. هو خلاص انفصلوا عن بعض، إيه اللي يحصل؟ هي تداوي نفسها وتعالج نفسها، أما وإنها تتصل بحد تاني فتوقف طريقه للجواز بسبب حاجة. أنا موافق إن أنت تعملي كده لو إن هي قالت لك إن الشخص ده فيه سلوك مش مناسب، أو إن هو شيء يتعلق بسمعته، أو شيء يتعلق بأخلاقه، أو شيء يتعلق بـ 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 بسمعته التي تتعلق بالأموال أو شيء من هذا القبيل. أنا موافق إن هو لو في حاجة تتعلق بالسمعة إن أنت تعتذري، لكن ليه عملتي كده؟ عشان يرجع لها؟ طب ومين قال لك إن هو يرجع لها؟ ومين قال لك إن هما ما كانوش مناسبين لبعض؟ هو معنى إن هي طالبة ده، قد يكون كلامي دلوقتي في أول وهلة لما حد بيسمعني دلوقتي بيقول هو ليه بيقصوا؟ لا أنا مش بقصوا عليها، هي دي لازم تتعالج. ده اضطراب عندها، الشخص اللي هو يتصل بحد ويخليه يوقف خطوبته عشان حد يرجع له. طب افرضي رجع لك وهو قلبه متعلق بالتاني، إيه اللخبطة دي؟ يا جماعة مش كده والله، الجواز الناس ما بتتجوزش بالطريقة دي. الجواز دي أرزاق، الله سبحانه وتعالى هو اللي مقدر مين يتزوج مين وازاي، مش بالملاحقة، مش بالمنافسة، مش بالضغط، مش ده. ولذلك انت بتسأليني اللي انت عملتيه صح بنيتك، ان شاء الله يكون ليك النية دي ان انت تركتي امر لله، فان شاء الله ربنا يعاملك بنيتك وان شاء الله يعطيكي ثوابا عظيما. لكن معنى اللي انت سألتيني ان انت لسه في حاجة، ان هو لو رجع تاني اعمل ايه يا مولانا؟ ارجعي، لو ده زوج مناسب ديكي، لو انت شايفاه زوج مناسب ديكي وانت قلبك ميال ليه وعندك قبول ليه، ارجعي ومش عليك اسم، وانت ما بتكسريش بخاطرها. وهي لما تيجي تقول لك انت كده انت كده بتوجعيني، لا هي اللي تروح تداوي خاطرها. اذا فعليك ان انت تفهمي ده يا بنتي، ومحدش يخليكي تحسي بتأنيب الضمير ولا تحسي بجلد للذات، لان دوت مش حقيقي، وهي ما كانتش تصرف مناسب منها. اذا ما كانتش هي بتنبهك لمشكلة في أخلاق هذا الشخص أو في سمعته، لا هي ما عملتش حاجة صح.